ذكر شو لون؟ مؤاخذة مامو. لا مش صغير. 10 شهور لسه. عشر شهور. فلفي. هو مستقصدك انت ليه؟ عشان عارف بيزور على وش يا يوسف زغلول انت ودي الكيسة دي. يخبطك بالكمامة مقلبك الكمامة سيلكو. ده مش للبيع ولا للجواز دلوقتي ده. ده مش شهرين ثلاثة عشان يتجوز. البنوتة دي ايه؟ دي بنوتة ولا ولد الأول؟ بك ايه؟ يلا مش عاجبه حد مش عايز حد يعد. بكام البنوتة دي طيب؟ بكام؟ بسبعة آلاف جنيه؟ اتفضل يا باشا هات رقم تليفونك بس. 012 86 86 19 6013 في الدكر الرد دوت. معاهم الدكر الرد دوت. يا لهوي يا ليه ومالك مش كده؟ مش كده ليه ولا؟ هو ده مش هو مش هو. ذكر هولي بلو لسه حي 8 شهور ونص ولا اوعى الوقت. خد 5000 جنيه اخره سينما بس اخره سينما يعرف هذه المره. كلب حلو والله في تقليد يا اخي. خلصت؟ ما كريم بيخلص. هات رقم تليفونك يا باشا. رقم حضرتك 012 012 2 3 9 8 6 7 6 في لون ونضيف عمره لسه صغير وما ايه يا عم ايه الاحضان دي يا بغل انت. حلو ما شاء الله. ذكر رد باخلاق مالينو. اصحى لا ولا اصحى لا متزول من الكمامه. خلي بالك لا ما تسيبوش على الناس. خلي بالك قلعوا الكمامه كده. بص على وشه ارينا هذه الخلقه. وربنا ما خدت بالي. لا استنى ولا عايز ينفذ. ده عنده قد ايه الكلب ده؟ سنة؟ بكام؟ 5000. ب5000 وقابل للتفاوض. هات رقم تليفونك طيب. 012 7 9 8 3 4 7 6 0 سيدي بش ماشي. هو باصص على حاجه.
هتزوله بالشنطه بس مش خليه يمسكها يعني. يلا يا شغل كريم بيخلص. نتال نتال دوبر مان هادية دي ولا شارسة؟ النبي شكلها هادية مع ان ده غريب على الدوبر مان بس قشطة. بكام دي؟ قايل لك بكام هو؟ بكام ده يا عم كاوتش؟ كاوتش ما فطرتوش الولد الصبح ليه؟ مش عارف ينادي عليك حد. ب 2000 جنيه ماشي. عم كاوتش بقول لك معاك ولا ماشي؟ عم كاوتش معروف في السوق هنا في اسكندريه. حلو الكرسي لسه انت يا بولي شامبين ما عندهاش دي خلقة ربنا. بكام دي؟ 5000 جنيه. 5000 جنيه. الواد ده بكام؟ ايه؟ بلاش. طب هات رقم التليفون يا معلم. 012 04 33 95 96. ايه يا عسل؟ مالك؟ دماغها حلوة جوزها قصير؟ قصيرة ودبابة على الأرض. ما شاء الله. ده دكر جيرمان احنا بنقول عليه انجليزي، انت عايز تقول عليه مالينو؟ هو مش انا عارف انت جاي تعدي هنا مش لا انا عارف. في ناس هتقول لك ده مالينو على جيرمان بس هو جيرمان انجليزي. ايوه صافي اكبر عن جدا. الصلاه على النبي. يا رجالة خالص يا معلم. هات رقم تليفونك يا صاحبي. طب انا ما معيش تليفون. حد تبعك طيب؟ قلت ايه انا اقعد في المضربات اي رقم حد تبعك. طب يا رب اللي خلاني محافظ اكون قاعد في العمريه. خالص يا رب. انت ليك النيه تطلعه بكام؟ بص اقول لك كلام من بعد الاخر. بس الكلب ده 4000 جربوا بعصيان وجربوا بكراسي وجربوا باي حاجه وما بيتبتش وبيبدل وبيعمل اي حاجه وبيحرس وبيثبت وبيعمل كل حاجه. يا عم على طول بيكسر. حط على الاكل قول له كسر شوفوها. الصلاه على النبي. هو ليه عنده قد ايه؟ عنده ما كملش سنتين. عنده بتاع 18 شهر. اوعى تيجي معاك الابيض اللي هنا ده. لا 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 انا فاهم. ده من من انا باصص على اسنانه. لا الكلب ده ما اتجوزش خالص. ب 4000 يجي معاك. حلو السلام عنا ب 4000 جنيه والله ما فلوس يعني. حلو حلو. حتى رد ولد ده
بس عايز اقول لك حجمه الصلاة على النبي. ايه ده؟ ايه ده؟ هو شغال بني ادمين مش شغال كلاب. الكلب ده شغال بني ادمين. هو متزاول في حاجة خانقاه. هو شغال بس متزاول. كلب وزنه وزنه ينفع على اضحية العيد. لا لا بالراحة عليه. هيا عضة. انت لسه واخده عبده؟ لسه عبده بعد امبارح. الكلب لسه ما صاعش. بكام يا عبد؟ كلب متزاول، كلب متزاول تحسه في حاجة مضايقاه بس من نظرة عينه كده لسه مغير صاحبه فالشغلة ما عملش خالص. بكام يا عبدو؟ 4000 جنيه. هات رقم التليفون. 012 23 18 1994 اخوكوا عبد الريس اسكندريه. اللي عايز حاجه يشرفنا. الصلاه على النبي. اوعى تعديني انا بحب شغاله. هي عايزه دي عندها قد ايه السفله دي؟ كم؟ 11 شهر يعني حاطط مره تقريبا. هي عايزه تلعب معاك وعايزه تعضك. عارف انت شعور مختلطة. بتباعها بكام؟ بكام؟ ب 3000 جنيه. طب اديني رقم تليفونك. 012 88 18 68 93 11 شهر. بنوته يجي منها كل حاجة اهي. الصلاة على النبي. النتاية دي مش للبيع. ها احنا بس بنتفرج عليها عشان شبه السيا بت ومعاها الدكر الجيرمان ده. بتبيعوه بكام الدكر ده صديقي؟ ب1000 جنيه؟ هو مقتنع انه ممكن يحفر في الحديد. بنت اللي شبه سيا اسمها بيلا. تري كولر. بيت بول تري كولر. عندها قد ايه؟ عندها قد ايه؟ لا سنه ولا 8 شهور. كويس ما شاء الله. الدكر البيت بول ده بيتباعوه بكام؟ ب1000 ونص. طيب اسعاركم جميلة والله. يعني ده ب1000 ونص. لا اوعى يصحى ياكل وش عيب. شغلهولك انا دلوقتي. والدكر ده حلو وشغال. لا مش شغال ده. الدكر ده شغال. لا يعلي منه.
خدها تعالى اهو ماتش انكوش هو لو اتربط مع ده شويه هيتعلم بس خلاص عيب طيب بلاش الفاظ طب اديني رقم التليفون 012 012 81 453 744 يا عمر شبه سيا شبه كلبتي انا كنت مربي انت زيها بالظبط بس ده ذكر هاسكي عيون زرقاء بص الماسك بتاعه ايه انت هادي انت حلو صح انت كيوت اصل هو شكله ايه باين ان هو مطلع علينا لسان وعسل وعينيه زرقاء ما شاء الله والله انا عندي انتهيه بس صغنونة عليه قوي لسه ايوه هات رقم تليفون بكام سعره اخي لا مش 1000 جنيه انا كام مش 1000 جنيه ما قالش 1000 جنيه ما قالش حاجه الراجل يا عم تقوله بالعافيه طب هات رقم تليفونه 012 012 7 3 7 5 3 0 0 2 3 وريني استناك اللي قدامه قمر اوعى يا حمد ماشي كويس بص النتايه دي عندها قد ايه النتايه دي؟ سنه؟ بس هي واخدة أمر إنها ما تتحركش ما فرختش قبل كده بتلات آلاف جنيه شغالة كده عليا خلي بالك طيب ارجع ورا شوية الكمامة هتعضنا وهتحور نفسها بالعوض وريني ظهرها يعني اسمها بس هي مش عاجبها حد خش شقاوة هات رقمها خلاص طيب خليها تقعد بس بتسمع الكلام 012 11 80 6392 منين يا صاحبي؟ من الحضارة القديمة؟ حضارة البحرية بص هي دلوقتي مش واخدة اوردر بالهجوم فهادي أول ما بتشتغل بتتلف الدنيا نبيها جدا حلوة هي مقاسها ستاندرد مش ضخمة ومش فيها شعرية حلوة ماسكة كويس وصورتها زي ما انت شايف ما شاء الله حلو بص السيدين ده انا اللي عاملاه لا تسلمين ده حلو ده بردعة مش كتاف لا حضن الكلب يعني ده يعتبر جاكيت وزديري في نفس الوقت جاكيت للكلب وزديري في نفس الوقت كمامات يا مريم مش معذراني ليه يا مريم حدش ما ينفعش فيش الكلام ده مش مقدرك فين؟ مش مقدرك فين؟ عامل ايه؟ عامل ايه يا رجاله؟ انا بس مش مقدرك فين؟ قلت لك على الواتس وما رجعتش عليا ما عندهاش نت ما عندهاش شبكه انا بتصل بيها بقالي كتير جدا الكمامات السلك يا عم يا عم
انا قلقانه والله يا دنيا. بحكي لك ايه انا؟ السلام عليكم. الدنيا عايزاني اتكسفي. زيتيه التنظيف فرشه تشيل الشعر منها كده، تدوس على الزرار ده وبلاستيك عشان ما تصديش. حلو. البتاع ده اللي بيجر قطر ده محمد بس انا بحكي لك اللي حصل. شايف نفسه الدكر الانجليزي ده. اديني الرقم الاول، اديني الرقم. 012 02 2 4 4 4 4 6 9 6 9. ايه؟ انت لازم تشمل على الجرم. كم في الاخر؟ كم في الاخر؟ 082 082. الجيرمان ده شغال عليا عشان انا اللي مدرباه ومعلمه الشراسه. لا تسلم ايدك. كان قطه، يعني القطه كمان فيها شراسه عندي. حلو.